دار في اجتماع الحكومة اليوم من الأستاذ كمال ريان مدير تحرير العالم اليوم والصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. زي ما قلت لحضراتكم انه النهارده كان في اجتماع ما بين المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي. هل معانا الأستاذ كمال ريان؟ الو انا مش سامعه كويس هنا يا جماعة. الو، طيب الأستاذ كمال ريان مساء الخير. مساء الخير استاذ ارهام، اهلا وسهلا بحضرتك. وعايزه اعرف ايه اهم مدار النهارده في الاجتماع؟ الحقيقه الاجتماع النهارده اللي استمر حوالي 5 ساعات كان بدعوه من طبعا هو في المفروض اجتماع اسبوعي للمجموعه الاقتصاديه، لكن الحقيقه الاجتماع اليوم كان بدعوه من رئيس وزراء لبحث طبعا الاوضاع الاقتصاديه خاصه الاوضاع في اسواق النقد. الحقيقه كان في يعني بحث مفصل، كان حاضر محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء. الحكومة أعلنت النهاردة عن مجموعة من الإجراءات أو التدابير لمواجهة الوضع الحالي، يمكن كان أهم إجراء تم الإعلان عنه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واللي اقتربت من مراحلها النهائية لدعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي أعلنته الحكومة منذ أشهر. هذا الدعم هيوصل حوالي 7 مليار دولار سنوياً، ده هيكون تمويل على مدى 3 سنوات لهذا البرنامج اللي أعلنت عنه الحكومة. أيضا النهاردة تم الإعلان عن أن مصر تطرح سندات دولية في الأسواق العالمية، طبعا هذه السندات أيضا هتكون مصدر للعملة الأجنبية، وأيضا في هيتم تنفيذ برنامج لطرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، ودي هتجذب استثمارات داخلية وخارجية. أيضا النهاردة من ضمن الإجراءات تم الإعلان عن التأكيد على إعطاء أفضلية للمنتج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، وطبعا يعني تم يعني الإشارة إلى مثلا الطاقة، بيتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهريا، فطبعا هنشوف إيه اللي محتاجينه في هذا المجال، وهيكون فيه تركيز على الإنتاج المحلي في عدد من فصول الغاز هيتم اكتشافه مؤخرا وتدخل الانتاج تباعا، وده طبعا هيخفف العبء على الاستيراد من الخارج وعلى الطلب على النقد الاجنبي. الحقيقه يعني يمكن دي كانت اهم الاجراءات تم الاعلان عنها. طبعا كان في بحث للاجراءات نفسها او البرنامج الاصلاحي اللي الحكومه بتنفذه واللي فيه اصلاحات هيكليه وفي مشروع مجموعه من القوانين زي القيمه المضافه والخدمه المدنيه وغيرها، طبعا كان في بحث كل الموضوعات دي، لكن يمكن دي كان ملخص لاهم الاجراءات اللي اعلنت عنها الحكومه اليوم لمواجهه ازمه النقد الاجنبي. تمام، طيب ده امر مهم جدا. ايه اللي دار مع محافظ البنك المركزي ايضا بخصوص تحديدا ازمه الدولار والارتفاع الجنوني اللي كل كام يوم بيحصل؟ يعني ايه الاجراءات اللي الحكومه هتتخذها لمواجهه هذا الامر؟ هو يعني محافظ البنك المركزي عرض تقرير مفصل بشان هذا الموضوع، وطبعا يعني الحكومه اللي فيها طبعا هي يعني بتحاول تعمل حاجتين، اولا بتزود موارد العملات الاجنبيه طبعا من خلال تشجيع الاستثمار والسياحه وغيرها، وبرضه تشجيع الصادرات، ومن خلال ايضا الحاجات احنا اشرنا ليها اللي هو الدعم اللي هيجي من صندوق النقد وطرح سندات دوليه، كل دي اجراءات بتهدف لزياده المصادر في العمله الاجنبيه. الجانب الاخر في اجراءات لتقليل الضغط على العمله الاجنبيه، ودي طبعا من خلال ترشيد الاستيراد، منع الاستيراد العشوائي لحاجات احنا مش محتاجينها، زياده انتاج الطاقه محليا يعني تخفيض الضغط على العمله اللي بتستخدم في استيراد الطاقه دي. طبعا يعني احنا عندنا جانبين، جانب زياده الايرادات والجانب الاخر